في واشنطن يتوسع حديث سياسي بعض قيادات اتحاد القوى العراقية بفتح مكتب ممثلية للعرب السنة فقط. هذا المكتب أنشئ بتمويل ودعم من سياسيين سابقين مطلوبين للقضاء العراقي، وهم خميس الخنجر ورافع العيساوي والمتورط بملف سقوط الموصل أثيل النجيفية. أما الغاية منه فقيل إنها تكمن في تعاون القيادات والشخصيات السنية لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي. اليوم يحتاجون إلى تصعيد العامل الطائفي، هذا العامل راح يهيئ أرضية مناسبة تساعد هؤلاء في المطالبة بوضع خاص للمناطق المحررة، يعني سواء الأنبار أو محافظة نينوى، إذانا أو تهيئة لإعلان مثلا الإقليم اللي تدعمهم في إعلان قوة دولية وقوة إقليمية. على الضد من ذلك، عبر نواب في البرلمان عن استيائهم من مثل هذه الخطوات التي وصفت بأنها مقدمات لتقسيم البلاد على أسس طائفية. النواب أظهروا أن الشخصيات الداعمة لتأسيس ممثلية العرب السنة في واشنطن لا تريد للعراق خيرا، بل هم من الدعاة للتفرقة. من يقبل بقطر أو بأمريكا أو بأي دولة أخرى بصراحة نقص في وطنيته ونقص في كرامته، خدش في الكرامة. من يقبل وينساق مع أي دولة من دول الإقليم أو الدول العالمية فهو غير وطني. ويرجع القائمون على مكتب ممثلية السنة في واشنطن حركهم هذا إلى أن جميع المكونات أوصلت أصواتها إلى العالم ما عدا المجتمع العربي السني، منطلقين من ما أسموه باب الشعور بالمسؤولية للحصول على حقوقهم التي يقولون إنها منتهكة، لا سيما في ظل غياب التأكيدات على إجراء مصالحة وطنية فعلية. إنشاء مكتب ممثلية العرب السنة في واشنطن قيل إنه يبعث بالقلق على مستقبل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في البلاد، كما وأنه يؤسس لمرحلة جديدة من التقسيم الطائفي. من بغداد، عمر العامري، بلاد الفضائيات.